بنتكلم النهارده على العدوى بالبروتياس اللي بتسبب التهابات في الجروح الجراحيه. هذه الانواع من العدوى داخل المستشفى، اليات العدوى متعدده، اي ان البكتيريا يمكن ان تاتي من الممرات الانفيه، تجويف الفم، المسالك البوليه، وحتى جلد المرضى انفسهم او موظفي الرعايه الطبيه، في حين ان هذا النوع من العدوى بيحدث بشكل متكرر بسبب البكتيريا الاخرى زي الكولاي والمكورات العنقوديه الذهبيه. تم العثور على ادله كما انه مرتبط بهذا النوع من الالتهابات المستشفويه اللي هي البروتياس ميرابيلس. في التهاب كمان اسمه التهاب باطن المقلة بعد العمليه الجراحيه مثل الجروح الجراحيه، هذا النوع من العدوى العين، مقله العين من داخل المستشفى. بتظهر الدراسات التي اجريت على هذه العدوى بعد العمليات الجراحيه لاعتام عدسه العين، اللي هي عمليات المي البيض اللي بيشيلوا فيها العدسه بتاعه العين، انه في عينه من 53 شخص حصل 1.9% منهم على عدوى عن طريق البكتيريا بروتياس ميرابيلس. كان هذا بسبب تكوين الاغشيه الحيويه لهذه البكتيريا في فرق جراحيه مقومه للغايه للعوامل والمواد المضاده للميكروبات. في جزئيه كمان اسمها التهاب الشغاف الجرثومي، اللي هي عدوى مرضى القلب، هذا ناجم عن البكتيريا بروتياس ميرابيلس، هي نادره جدا وغير عاديه. مع ذلك هناك بعض الحالات المبلغ عنها في المكسيك وكوبا والولايات المتحده الامريكيه. في هذه الحالات من المفترض ان تكون العدوى عن طريق الكلى ثم تنتشر عن طريق الدم. التهاب الشغاف البكتيري لو جينا نقول تفسير ليه عشان بس نعرف ايه هو التهاب الشغاف، هو التهاب بيصيب البطانه الداخليه وحجرات القلب وصماماته، قد يكون سببا للوفاه، ويطلق على هذه البطانه اسم الشغاف. وعاده ما يحدث التهاب الشغاف نتيجه لعدوى تستدخل بكتيريا اللي هي زي البروتياس ميرابيلس او الفطريات او غيرها من الجراثيم عبر مجرى الدم لتصل الى المناطق التالفه في القلب. مع السلامه.